اوكي حبايبي، بدنا يعني حبة تومة منظفة زي ما انتو شايفين، وبدنا جينجر طبعا من قشره، حجمه زي هيك يعني معلقة صغيرة، وبدنا شوية رشة ملح، ملح هملايا بتلاقوه من دولار ستور اللي بيكون لونه زهري بعد ما ينطحن هيك بيكون لونه، لأنه كويس كتير ملح الهملايا، ويعني بيض الأسنان، وكمان ما بيخلي ريحة بالتم. وبعدين كمان بدنا أبل سايدر فينيجر، أنا بحط نص هاي. بنجيب حبة التومة، بنبلش نطحنها. هلأ بنحط الجنجر، نطحنها مع التومة اللي حطيناها هاي. بعد ما طحنا الجنجر والتومة بنحط رشة ملح، شايفين؟ نخلط المواد، شايفين؟ راح أضيفه للخلطة وبخلطهم كويس. هاي المواد بعد ما طحناها شفتوا، بنضيف لها اي معجون اسنان انتو بتستخدموه. انا اليوم عندي هذا، بحط نص معلقه هاد بكفي. كيف لما تغسلوا اسنانكم هالقد يعني الكميه بتستخدموها، وبتخلطوا كل المقادير فرشاه الاسنان، بتضلكم لدقيقتين تفرشوا اسنانكم. شايفين